Thank you all. Thank you. So I've said in previous events, كنت قد ذكرت standing up for those who are trapped in them. يتطلب وقوف من أجل الحرية عندما كانوا مجاهدي خلق في أشرف وفي ساحات النضال الأخرى بأن بأنه لم تعد قضية إيرانية فحسب، إنها قضية حقوق الإنسان، إنها قضية إنسانية. واليوم يقف معنا كثيرون في العالم الذين يقفون إجلالا للذكرى الثلاثين، للذكرى الثلاثية الذين أعدموا من قبل الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. فيجب علينا أن نتذكر دائما هؤلاء الشهداء. It can happen anywhere in the world where people do not stand up. ومثل هذه الحالة قد تحدث في أي نقطة في العالم. إلا نقف نحن أمام هؤلاء المجرمون الذين وقفوا وراء هذه الجريمة الكبرى. So Martin Niemöller. A famous writer about the Jewish Martin Niemöller, كاتب شهير قال مرة حول النازيين بأنهم في البداية إنهم جاءوا وحاجموا مختلف القوميات ولم حرك ساكنا تجاه حضرة، ثم عادوا وحاجموا النقابات. وبما أنني لم أكن عضوا في النقابات لم أحرك ساكنا تجاههم، ثم بعد ذلك هاجموا الكاتوليون، ثم بعد ذلك إلى الكليميون واليهود، ولم أكن عضوا منهم عندما بالأخير جاءوا علي، فوجدت لا أحد هناك يقف معي. نحن هنا واقفون لكي نتذكر 30,000 شهيدا، لأنه هذه مهمة، هذا مهم جدا للبشرية أن يعرف بهذه الحقيقة بما حدث. إن هذا هو مهم لجميعنا فردا فردا ولا أعضاء عائلتنا وعوائلنا. ولهذا السبب أقول إنها لم تعد قضية إيرانية فحسب، بل إنها قضية عالمية لحقوق الإنسان. ولعدة مرة إنني قلت هذا الكلام وكررت بإنني إيراني، إنني إيراني القضية. How incredible it is that on this 30th anniversary. وكيف وإلى حد مت إلى أي حد متى هو يثير الاستغراب والدهشة بأنه في الذكرى الثلاثين الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية إيران، ونجد الآن في الشوارع جيلا جديدا تواغا للحرية على سر نفس الشهداء، وهم يقاتلون ويناظرون في الشوارع من أجل إيران الحرة ومن أجل حرية الأديان ودور المرأة. وأشر مواد البرنامج مريم رجوي لم يكن بالإمكان And I want to thank all of you. لم يكن بالإمكان وجود مثل هذه المنظمة أن تكون هناك مثل هذه معاقل الانتفاضة والثورة في إيران.
فلا بد أن أتوجه بالشكر إلى منظمة مجاهدي خلق أن إنكم أنتم شكلتم مجلس الوطن المقاوم الإيرانية وأحييتم هذا المجلس وباستمرارية هذا المجلس أعطيتم الأمل للشعب الإيراني أن ينتفض وأن يثور على هذا النظام And you have the integrity of your beliefs. وإنكم لديكم كل اليقين وكل القناعة. أنتم وجدتم بوجه نظام الشاه. And you are the ones today. أنتم a new totalitarian dictatorship. وجهتم بوجه نظام الدكتاتورية. إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقفت دوما إلى جانب الشعب الإيراني في مختلف مراحل التاريخ خاصة عندما جاء نظام الملالي في إيران As an indication of how effective you've been, Madam Rajavi, it is remarkable. ولكي أعبر عن مدى تأثيركم أنتم على الواقع الإيراني وخاصة شباب الإيرانيين. Down with Khamenei and Rouhani. Down with the. الذين يرددون الحتافات الموت لروحاني ولخامنئي. وهم يرفضون كلا الجناحين في النظام ويقولون أيها الإصلاحي والمتشدد لقد انتهت بعد اللعبة وإنهم سوف لن يخدعوا إنهم سوف لن يخدعوا بمن يدعيهم من المعتدلين وإنهم لأن هؤلاء هذا الجناحين مع الدكتاتورية ويقفون مع النظام الحاكم وإن لم نكن نشعر بأن منظمة مجاهدي خلق إنها لا تؤثر ولا تخلق تأثيرا فعليكم أن تعرفوا فقط بأنه هذه المنظمة تعد ند الأول للملالي They are targeting in the U.S. إنهم كانوا يريدون تفخيخ وتفجير تجمع المجاهدي خلق في ألبانيا ثم في باريس. Targeting the MEK if they did not. لماذا نظام الإيراني يصرف مثل كل هذه الطاقة؟ Existential threat to their continuing as a fascist. لضرب مجاهدي خلق. لأن النظام يعلم علم اليقين بأن. النظام بأن منظمة مجاهدي خلق تشكل الخطر الأساسي والرئيسي لهذا النظام وإنها عبارة عن مؤشر بأنهم أي مجاهدي خلق هم أصحاب مشروع تغيير في إيران So to the young protesters. إذن أتوجه بخطابي إلى الشباب المنتفضين الثائرين. 30,000 martyrs over 30 years. وإنهم ينطلقون من منطلق الذكرى 30 للشهداء 30,000 منهم أن يكونوا صوتا لهؤلاء الشهداء. Today is also. اليوم أيضا هو ذكرى موت والدي ولكنني كنت محظوظ جدا لأن والدي كان لديه حياة ممتعة ولكن علي أن أتصور بأن أكون ابنا وليس بإمكاني أن أتصور بأن أكون ابنا للعوائل الذين كانوا ضحايا لفتوى خميني بأن
والدي وأمي وشقيقي وشقيقتي كلهم متناثرون في مختلف متشردون في مختلف الأماكن، وإنهم ضحايا ظلم نظام. فلذلك أقول هذا هو السبب الذي نحن هنا، أن نؤكد على عهدنا ومن أجل الاحتفاء بالتضحية التي مرت عليها 30 عاما من أجل إيران حرة. انتصروا، فلتنتصر الثورة الإيرانية.